المهرجان الدولي في الفيديو للدار البيضاء، وهو مهرجان أسس سنة 1993 بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بنمسيك بتعاون مع مهرجان مانوسك الذي يوجد حاليا انتقل إلى مارسيليا. وكان هذا التعاون هو ثمرة هذا المهرجان الذي نحتفي اليوم بذكرى 30. طبعا مهرجان حاول خلال 3 عقود أن يفرض هذا الفن الحديث الحداثي والطلائعي في الساحة الفنية المغربية. لم يكن ذلك سهلا. أنتم تعرفون أن بعض الفنون مثل فن الفيديو يعني لزاغ مينور ان جنرال تجد يعني صعوبة في الدخول إلى الحقل الثقافي أو المشهد الثقافي، تجد صعوبة في طريقها إلى السوق. لذلك كان علينا أن نناضل، كان علينا بطبيعة الحال أن نقاوم رغم الإمكانيات المادية يعني الضئيلة التي يعني والميزانية في المهرجان لم أقول أنها ضئيلة جدا، ولكن استطعنا كما قلت أن نفرض هذا الفن. وقد كنا محقين لأن كانت لدينا نظرة استشرافية، يعني حين بدأنا لم يكن يؤمن بنا أحد، والآن تبين أن الفن اليوم الذي نشاهده أصبح يغزو العالم هو ما كنا ندافع عنه منذ سنين منذ سنوات، سواء عبر العروض التي نقدم أو سواء عبر الورشات التكوينية التي نقدمها لفائدة طلبة الشباب أو عبر الندوات والمحاضرات. كنا دائما نرافع على هذا المشروع لأننا كنا ندري أنه هو المستقبل. وشكرا. جديدة ديال هذه الدورة طبيعة الحال دائما كاين الجديد، وهو التركيز بشكل أساسي على يعني دائما فنون الرقمية تكون حاضرة، ولكن هذه السنة أيضا هناك حضور أعمال يعني ناتجة أو ناجمة عن الذكاء الاصطناعي، وستكون هناك يعني سيكون معرض بالمعهد الفرنسي ومعرض آخر بالمعهد الثقافي الأمريكي. ستكون هناك معرضين أساسيين سيعرضان يعني آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا. شكرا. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.